الدعوة النجدية أو الوهابية أو السلفية، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بالذات، قامت على ثلاثة معالم. المعلم الأول تصحيح الشطح والخلل العقدي الذي وقع فيه كثير من المسلمين، وبالذات المبالغة في تقديس غير الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا الغير، التي تصبح شركة أو ذريعة للشرك مع الله سبحانه وتعالى. فأتت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدرجة الأولى مستهدفة هذا الجانب، بينما عندما نرى دعوة طالبان في أفغانستان على حسب علمي، وأنا ذهبت إلى هناك وتعرفت عليه، أن الأضرحة وأن الأولياء وأن النذور وأن لم تكن مستنكرة ولا مستبعدة. يعني هنا خلاف جوهري. المعلم الثاني من معالم دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب هو إحياء السمت السلفي في السلوك والأخلاق والمظاهر، وهذا الأمر اتفقت فيه مع دعوة طالبان ومع غيرها. الأمر الثالث أن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بعثت حركة علمية كبيرة تدعو إلى الاجتهاد الفقهي والانفتاح على جميع المذاهب، ولم تعتمد في مذهب محدد معين.